أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس من الباقة المميزة الكلمة الإنجليزية في دقيقتين. سوف نراجع 10 كلمات ونشرحها مع مثال لكل جملة من الدرس 61 إلى الدرس 70، وأيضا سوف نتقن هذه الكلمات. السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا الكورس المميز أهم 1000 كلمة إنجليزية في دقيقتين. اليوم سوف نراجع 10 كلمات ونأخذ أمثلة على كل جملة، ومن ثم نجري الاختبار لهذه 10 كلمات وحلقتنا اليوم من 61 إلى الدرس رقم 70. هدفنا هو طبعا حفظ 95% من الكلمات، لذا ركز معي جيدا من الآن. راجع معي جميع الكلمات أولا، احفظها، الفظها بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد، واكتبها في كراسك إذا كنت لأول مرة تتابعنا، ثم أجب عن الأسئلة. عندنا 10 أسئلة في نهاية هذه الحلقة، مهمة بسيطة ولكنها تنفعك كثيرا كثيرا في التطور باللغة الإنجليزية. إذا اكتشفت أنك لن تستطيع الإجابة على بعض الأسئلة، راجع الدرس من البداية وحاول أن تركز على الجمل والأسئلة التي لم تجب عليها. كلمة الأولى authority، authority سلطة، نفوذ، حكم، قوة أو قسم، تأتي بعدة معاني لكن راح نأخذها بمعنى سلطة ونأخذ مثال عليها. authority، authority المثال هو I want to speak، I want، أنا أريد to speak بالتحدث to a person لشخص in authority، in authority في السلطة، أريد التحدث إلى شخص في السلطة. I want to speak to a person in authority. اقرأ معي الآن. I want to speak to a person in authority. ممتاز. خلنا نأخذ بعدها. Available. Available. متاح. Available. متاح. خلنا نأخذ مثال على كلمة available. The house is available for rent. The house is available for rent. المنزل متاح للإيجار. The house is available for rent. كلمة بعدها away. Away احفظها جيدا. Away. Away بعيدا. بعيدا. Away. مثال على كلمة away. He was some distance away from home. He was some distance. Distance مسافة. Away from home. كان بعض المسافة بعيدا عن المنزل. كلمة بعدها back. Back ظهر، قفا، وباقي المعاني. Back. Do you have to go back right away? هل يجب عليك العودة فورا؟ Do you have to go back right away? Right away مرت علينا قبل قليل كلمة away، وقلنا طبعا بها انه كلمة away تأتي بعيدا. خلنا ناخذ نرجع نقول شنو معنى away، كانت معنى بعيدا، جانبا، والى اخره. وهنا تأتي كلمة في جملة back اللي هي قفا او ظهر. Do you have to go back right away؟ right away على الفور، right على الفور، away ان تعود، back الى الخلف. جيد. Do you have to go back right away؟ هل يجب عليك العودة فورا؟ Base قاعدة، أساس. Base كيف نستخدم كلمة base؟ She sat down جلست at the base of a tree. She sat down at the base of a tree. جلست عند قاعدة الشجر، عند أسفل الشجر. She sat down at the base of tree. كلمة بعدها bag كيس، حقيبة أو شنطة. bag I have a bag full of fruit. I have a bag full of fruit. لدي كيس مليء بالفاكهة. I have a bag full of fruit. ممتاز. الكلمة بعدها beat فاز، تغلب، تفوق. beat إذن her heart beat so hard. Her heart beat so hard. قلبها ينبض، يدق بشدة، يضرب بشدة.
Her heart beat so hard. قلبها ينبض بشدة. كلمة بعدها because لأن بسبب من because. كيف نستخدم كلمة because؟ I wonder if it's because we are so smart. أنا أتساءل. I wonder if أنا أتساءل إذا it's because لأنها بسبب we are so smart لأننا أذكياء للغاية. الكلمة قبل الأخيرة عندنا beautiful جميل حسن مليح وإلى باقي المعاني. beautiful مثال على كلمة beautiful you are the most beautiful woman I have ever seen. you are أنت the most beautiful الأجمل. the most beautiful الأجمل. woman I have ever seen. You are the most beautiful woman I have ever seen. أما الكلمة الأخيرة بهذه الحلقة كلمة bed. bed سرير قاع. bed مثال على كلمة bed. He sat up in the bed and looked around. He sat up in the bed and looked around. جلس في السرير ونظر حوله. He sat up in the bed and looked around. ممتاز. الآن حان وقت الاختبار. عندنا 10 أسئلة بسيطة. ركز معي جيدا. حاول أن تكتب الإجابات بالتعليق للسؤال الأول والإجابة أمامه. السؤال الثاني والإجابة وهكذا حتى السؤال العاشر. أسئلة بسيطة. لذا ركز معي جيدا من الآن. وجميع الأسئلة من الدرس اللي مر علينا قبل لحظات. The house is available for rent. ما معنى هذه الجملة؟ اكتب معناها. سؤال رقم واحد واكتب معنى هذه الجملة. The house is available for rent. The house is available for rent. جيد. خلنا ننتقل للسؤال الثاني. الآن عندنا كلمة beat. ترجم هذه الجملة التي سوف أقرأها. قلبها ينبض بشدة. استخدم كلمة beat في هذه الجملة. beat قلبها ينبض بشدة. كيف نقولها باللغة الإنجليزية؟ اكتبها واستخدم كلمة beat في هذه الجملة التي معناها طبعا ينبض أو يدق. beat. السؤال الثالث. ما معنى هذه الكلمة؟ available استخدمها في جملة أيضا. available اكتب معناها واستخدمها في جملة. available كيف تلفظ هذه الجملة؟ سوف أضعها لك وأنت تقرأها. نعم، إذا قرأتها بالطريقة التالية فأنت قرأتها بالطريقة الصحيحة، وإذا لم تقرأها بالطريقة التي سوف أقرأها الآن كررها 5 مرات حتى أحفظ اللفظ بشكل جيد. He sat up in the bed and looked around. He sat up in the bed and looked around. He sat up in the bed and looked around. ممتاز. كررها 5 مرات حتى تحفظها إذا كنت لم تقرأها بالطريقة الصحيحة. سؤال الخامس. Base. ما معنى كلمة base؟ اكتب معنى كلمة base وضعها في جملة. سؤال السادس. ترجم هذه الجملة من اللغة العربية للإنجليزية واستخدم كلمة because لأننا بسبب. أتساءل ما إذا كان ذلك لأننا أذكياء للغاية. مرت علينا هذه الجملة أيضا في هذه الحلقة. Because استخدمها في هذه الجملة. إذن السؤال السابع. Away ما معنى هذه الكلمة؟ اكتب لي معنى من معاني كلمة away وضعها في جملة أيضا. ترجم هذه الجملة للغة العربية. I have a bag full of fruit. ما معنى هذه الجملة؟ I have a bag full of fruit. ممتاز. والسؤال قبل الأخير. السؤال التاسع. She sat down at the base of a tree. سؤال العاشر والأخير لهذه الحلقة. Beautiful ما معنى هذه الكلمة؟ اكتب فقط معنى هذه الكلمة إجابة على السؤال العاشر. كلمة beautiful. أتمنى لكم يوم جميل وشكرا لكم على المتابعة لهذا الدرس اليوم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس
وأيضا الإعجاب، وشاركوا هذا الدرس لجميع أصدقائكم لتشاركون رحلتنا في نشر العلم مجانا للجميع، لأننا نضع الكثير من الجهد والوقت في إنتاج هذه الدروس. شكرا لكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم. كنت في الإعداد والتقديم حسين الغالبي، إلى اللقاء.